خدمات مختلفة يحرص مصرف الطيف الإسلامي على تقديمها للمواطنين، اعتماد التقنيات الحديثة ووتيرة سير الإجراءات ومدى الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن الإصلاح المالي. نتابعها مع مصطفى علوش. بعد أن اقترب من زبائنه بـ20 فرعا موزعة في عموم العراق، يعزز مصرف الطيف الإسلامي هذا الاقتراب بخطوة جديدة في جانب الرصافة ببغداد بافتتاحه لفرعه الجديد بشارع فلسطين، لما تمثله المنطقة من حيوية في الحركة التجارية وكثافة في التركيبة السكانية، عملا بتقليص المسافات أمام العملاء. شارع فلسطين حقيقة هو موقع مميز ومكان عندنا تمثيل به الحقيقة. الآن الحمد لله رب العالمين هذا الموقع راح يكون يمثل هاي جهة الرصافة، وتعرف منطقة الرصافة كبيرة وتحتوي على عدد كبير من السكان. الفرع 21 هذا على مستوى العراق طبعا هو، بس انت اليوم حتى نوصل لكل الزبائن ونوصل لأكبر شريحة ممكن عملا بالشمول المالي، طبعا نريد نصير او الحمد لله احنا قريبين من كل الزبائن من خلال هاي فروعنا. ان شاء الله راح تكون خدمات مميزه بهذا الفرع طبعا كما باقي الفروع الحمد لله. عندنا الصرافات الاليه، دفع السحب والايداع وفتح الحسابات ومنتجات الودائع ومنتجات التمويلات. خلينا تزامن ويا انطلاق افتتاح الفرع اطلاق خدمات جديده، الوديعه السداسيه المتناقصة، وديعة شهادة ابن العراق. ويعمل مصرف الطيف على إيجاد بيئة استثمارية تحقق معادلة الفائدة المالية ما بين الشركات والعملاء، وضمان تحقيق الميزات في التعاملات واعتماد التقنية الحديثة والحوكمة الرقمية من أجل تسهيل الإجراءات. طبعا مصرف الطيف من أهم أولوياته التنويع في مصادر دخل المصرف والحفاظ عليها من خلال الاستثمار في رؤوس الأموال وودائع الزبائن في استثمارات حيوية وذات مخاطر متدنية في العديد من القطاعات الصناعية والعقارية والزراعية. وأصلا يعني مصرف الطيف يتميز بالتطور التكنولوجي بالخدمات كافة، يعني احنا اليوم عندنا تطبيق الطيف هو تطبيق مصرفي شامل، يعني كل الخدمات المصرفية انت تلقاها من خلال التطبيق وتكملها. فأكيد لازم نعكس هذا الشيء من خلال المبنى الجديد مالتنا، وأكيد مثل ما أنتم تشوفون التطور كلش واضح عليه. وتتماشى خطوات مصرف الطيف الإسلامي مع التوجهات الحكومية في عمليات الإصلاح المالي وتنظيم العمل في القطاع المصرفي وآليات التحول في التعاملات النقدية إلى سياسة الدفع الإلكتروني. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.